السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في برنامج قصرة تايم اللي يجيكم على قناة الجزائر أنوان. كما عودناكم في برنامجنا كل خطرة ضيف من بيتو، هذه المرة ضيفنا من مجال الغناء، حبيتوا صوتو وديما تتابعوه. ما نطولش عليكم، نتعرفوا على الضيف ديالنا بعد الفاصل. ورجعنا بعد الفاصل، الضيف ديالنا تاع نهار اليوم هو شفيق باهو. الو، السلام عليكم شفيق. وعليكم السلام. الله يسلمك، مرحبا بي عندكم. الله يسلمك، مرحبا بك. يعطيك الصحة، أنت اللي قبلت أنك تكون معنا في قصرة تايم. أفيك بليزير. ربي ينورك، صافاك مليح؟ والله غير الحمد لله، وأنتوما؟ والله غير الحمد لله. احكي لي كيفاش راك تجوز الحج الصحي؟ أنا في الدار الماكلة والقاد، وأنا نسمانو ما كان لا سبور لا والو، دونك كيفاش تحبني نجوزو؟ ربي يجعل خير وخلاص، ربي يرفد علينا هذا البلا إن شاء الله يا رب. ان شاء الله خويا. وكاش احتياطات، يعني تاخذ احتياطاتك راك تخرج ولا ديما في الدار؟ شوف، احتياط الكبير اللي ناخذو مانيش نخرج كاع باش ما نكذبش، نخرج فريمون غير الحق كما يقول المسلم عندهم باش نخرج. دونك جو سوي على ميزون، ما نخرج، ما ندخل، نخرج يعني فريمون للضروره القصوى. فريمون اسمع، كي تتحتم لازم نخرج باش نخرج. بيان سور كي نخرج جو بونس كو سي ان اوبليغاسيون، ولا هذاك تلبس لا بافيت، صح، لا ديستانس بينك وبين العباد، كاين بزاف الفايس انا نديروهم. ان شاء الله ربي، ان شاء الله ربي يرفد علينا هذا الوباء وخلاص ان شاء الله خويا. شوف شفيق، اليوم ان شاء الله انا حابين نديرو هكا قصره خفيفه، عندي واحد الاسئله المتابعين تاعك طرحوها وحبوا يعرفوا الجواب من عندك. راك واجد؟ راني واجد. صح، كيما دائما. نروح الاول. نعم، كيما دائما. كيما دائما اللي نروحوا لاول فقره في البرنامج، واللي هي فقره اسئله الفانز. ورجعنا في فقره اسئله الفانز مع شفيق باهو. شفيق، اول سؤال محبين يعرفوه هو تاريخ ميلادك. الو، تاريخ ميلادي 29 مايو 1991. 20 ماي 1991. الله كان يقول بالعربيه وبالروميه هكذا باش الله يبارك ما يلوبيوهش كاع. الله يبارك، ربي يطول في عمرك ان شاء الله. شفيق، يعني واش درست انت؟ تسيير موارد الاقتصاديه، جاستيون ريسورس هيومان. الله يبارك. واحد سقسى قال لك وشنو هي الحاجه اللي راك متوحشها كنت ديرها بزاف قبل الحجر الصحي؟ بالك انا متوحش الحريه تاع 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 الزمان هذا، ما كان مانيش والله ما نشوف. الحمد لله على كل حاجه، بصح انا متوحش الحريه اللي كانت عندي من قبل. هذا ما كان نخرجوا كيما نحبوا وندخلوا كيما نحبوا، هذا ما كان يعني شغل الواحد كي تصرى له باش يقدر يعرف وشنو هي لا فالور تاع الحاجه اللي كانت عنده. ما كنتش بالك، صح، النعمه اللي كنا عايشين فيها. فوالا، صح. واحد قال لك طيبة قلبك والتسامح تاعك اذا تشوفوا انه نقطة ضعف ليك ولا نقطة قوة. يا دي ماما وين نشوفوا قوة، يا دي ماما وين نشوفوا نقطة ضعف. بصح انا لا بليبار دو طون نشوفوا قوة، باسكو جو مو دي ربي كريم وحنين. دونك احنا انا انسان ضعيف، شغل كي نقدر نسمح وكل حاجة بين كل اللي دار حاجة ولا اللي دار لي حاجة ليا ولا الانسان اخر. يا اخي بيني وبين مولاه انا ما عندي مسامح وكل حاجه في يد ربي سبحانه. دونك سي اون فورس انا بو مو. صح، وكامل كما نعرفوا انك انت مريت بحاله صحيه صعبه وانك صبت بمرض كورونا، ربي عافاك الحمد لله. قال لك كيفاش رديت على الناس اللي قالوا باللي انت طلعت وقلت وصرحت بانك مريض بمرض كورونا فقط لانه هذا الشيء باش دير البوز، واش رد ديالك؟ كيف رديت على الناس اللي قالت ما رديتش؟ اصلا ما رديتش، ما عنديش وقت لهاد الجهاله هذوما ولا هاد الشواطن. انا نقول لهم يعني سمحوا لي على التعبير، صح. ولكن شغل نقدر نقول لك باللي انا كنت لاتي تلم بمحبه الناس والناس اللي دعات لي والاخر ما رديتش. حطيت برك دي فوتو تاع باللي جو سوي نيجاتيف دو فوا، وباللي يافي ميم نقدر نكذب في حاجه بصح ما نقدرش ندير فيديو تاع تاع لو ميدسان لي داوتني. حطيتها لاخر، دونك السكوت على الاحمق جوابه. وهذا اجمل جواب على الناس اللي هضروا هضره كيما هذه. واحد طرح سؤال، ما نقدرش ميم با سامحني قطعت كلامك، ما نقدرش ميم با نسميهم ناس يعني. صح، هادو عندي انا
ماشي ناس، باسكو الناس عقال كما يقولوا، ولا صح هذوك ما ما يحسوش. صفتهمش اسم انا. اونكور اون فوا بينهم بين مولاهم. ربي يحسبهم ان شاء الله ويكون ويهديهم. الواحد طرح لك سؤال، قال لك اذا مغني عربي ولا اي مغني يسمح لك تعاود الاغنيه ديالو، شكون هو المغني اللي ماذا بيك تغني له؟ كاين بزاف، لازم تخير واحد. شوف ما نكذبش عليك، كاين بزاف، كاين بزاف اللي نحب نعاود لهم غناهم، لازم كاين تعطيني بزاف اللي واحد. نحب يا خويا حنكون ناسيوناليست، وردة الجزائرية فنانة ماشي فنان. صح. واش من الاغنيه اللي تحب تغنيها لها تعاودها؟ نحب بزاف غناها، بصح نحب في يوم وليلة. في يوم وليله. تقدر تعطينا مقطع هكذا صغير؟ في يوم وليلة، في يوم وليلة دقنا حلاوة الحب كله، في يوم وليلة تيرا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 ر
في رايك انه السوشيال ميديا، مواقع السوشيال ميديا يديروا فنان وهو يكون ما يستاهلش، يعني ما نقولوش عليه فنان، يعني يديروا نجم وهو ما يستاهلش؟ شوف رانا نشوفوا هذه الظاهره بزاف، كاين بزاف ولاوي كما 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 يقولوا حنا في دارنا يعبروهم على حساب لي فولوور اللي عندهم. دونك انا نقول لك حاجه، نقول لك ماشي عيب ان الانسان يحلم، ماشي عيب ان الانسان يخدم على نفسه، ماشي عيب صح على فاميدوم غير صح. دونك الا راهم يقولوا عليك فنان وانت تصلح، راح مع الوقت تبان الى تصلح ولا ما تصلحش، وإلا يقولوا عليك فنان وانت ما تصلحش ما يدوم غير صح، ولا شيت حتكون واعره صدقني ما ينفعك لا الا بيسلك على خير، ولا ما ينفعك لا فولوور لا حتى حاجه، ينفعك صوتك واش تقدر تمد. صح، ربي يكون معاه اخويا. صح، هذا السؤال انا واحد وماذا بيا اسمع الرد ديالو، هو علاش ما تشاركش في البرامج مثلا كيما ذا فويس ولا ارب ايدل؟ علاش ما نشوفوش شفيق باهو تما؟ شوف انا سبقت وقلت بلي انا شاركت وقبلوني وكنت رايح للي برايم كاريمون، وانا اللي رفضت لظروف خاصه، يعني ما نقدرش نقول عليها اكزاكتومون في اي برنامج، ولكن انا من الناس اللي شاركت في دو بروغرام، يعني ماشي واحد، وقبلوني ولي دو. واحد كانت لظروف بالك لظروف خاصه، وواحد لي ظروف صحيه، فوالا. دونك جي با بي، دونك ماشي ما شاركت، شاركت وقبلوني وانا اللي ما قدرتش نروح، ماشي رفضت من الباب تاع انه ما حبيتش، ولا باسكو لو كان ما حبيتش ما نتقدمش كاع لهذا البرنامج. وما نكذبش عليك يعني شغل ندمت شويه، مي كل حاجه مكاتب الله. معليش نقول لك ما شاركت، شاركت وقبلوني وانا اللي ما قدرتش نروح. معليش، ان شاء الله فرصه اخرى ان شاء الله. شفيق، للاسف انت من بين المغنيين اللي ما شاء الله صوتهم كاع ناس تحبوا، لكن نشوفوا انك ما تطرحش بزاف فيديوهات كليبات ولا حتى اغاني. علاش؟ باسكو تو سامبلومون ما نطرحش بزاف كليبات ولا اغاني، باسكو سي نوتو برودكسيون، يعني انا اللي نمول كلش، وانا اللي اسمه ما عنديش ايديتور ولا ما عنديش برودكتور ولا ايكيب، يعني شغل ولا شركه انتاج مورايا. دونك ان شاء الله يا ربي على شاء الله، ان شاء الله نكون من بين الفنانين اللي راهم منضمين للمجموعه لشركه انتاج، هكذا نولي نخرج ونولي ندير حاجه بالك نشبع اكثر الناس اللي تحب صوتي. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله خويا. صح، وقتاش الجديد ديالك؟ شوف ما نكذبش عليك، كنت حاب نخرجوا في الديبي تاع الصيف، عندي زوج اغنيات واجدين، وحده راني حطيت فيها لافوا برك، يعني مازال ما حطيتش الشون فينال، حطيت غير باش يسمع، باش واحد يشرب الاغنيه هايتو. كاين زوج اغنيات واجدين جديد ان شاء الله سنه نخرجوا من هذا الوباء اللي رانا فيه، وهذا السجن اللي رانا لا مسجنين نفسنا فيه، ومن بعد ان شاء الله نطلق اغنيه جديده ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله. شفيق، وحده طرحت لي سؤال وقالت لي ماذا بيا شفيق يرد عليه اذا يجوك عروض تمثيل.
وي يجوني عروض تمثيل ما اذا تسمح لي برك نبين واحد النقطه برك، يقولوا لي علاه ما تمثلش، تفضل. علاه ما كملتش في التمثيل. انا قبل ما نبدا نغني كنت نمثل، يعني ما نكذبش، باسكو سي فري كو سي ما باسيون دوبي كو جيتي جون، ملي كنت صغير كنت نحلم نولي نغني تو. بصح انا القدر تاعي كان انه نمثل قبل ما نغني، يعني الحاجه اللي ما كنتش نستناها كاع تيك صدقت لي قبل الغنى. ولكن سبق لي انه شغل جي ديكروشي ان بروميي رول مع دي زارتيست اللي كان نحبوهم. سبق لي انه لعبت مع فنانين اللي يمثلوا فريمون شغل الكوميديا الجايه، كيما نقولوا زعما، كيما نقولوا صويلح، كيما نقولوا بيونا، كيما نقولوا الاسماء محمد الكبيره. حلمي، هادو انس فريده كريم، هادو ما كاع انا سبق لي لعبت معاهم ولعبت دي رول امبورطون. ما نقدرش يعني مع احتراماتي كاع الناس اللي الاخر، بالك في لي ديبي تاعي نقدر نلعب حاجه صغيره ولا، بصح ما نقدرش. كاين حاجه يسموها درجه بدرجه، ما نقدرش صح. انا نطلع الدرجات وباك نعاود نديماري من الزيرو. يعني الادوار اللي راهم يقدموها لي سوا ماشي ما تساعدنيش، يعني ماشي واش راني حاب انا نقدم، ولا حاجه صغيره بزاف وانا حاجه صغيره. يعني يا اخي الكريم، يعني يقول لك قادر بدور صغير تفرض نفسك، ولكن كي تكون حاجه بزاف صغيره وفيها، شوف نعطيك اجابه يعني تكون سريعه ومقنعه كما يقولوا، ما نقدرش نقبل ادوار صغيره بزاف. علاش؟ ماشي نتكبر، ولا ماشي معناتها ماشي حد خدمني ولا كي، راني حنقول ادوار صغيره بزاف، قادر بدور صغير تفرض نفسك وتوصل للادوار الرئيسيه. صح. ولكن بما انه انا جست على الستاد تاع لا فيغوراسيون انتيليجونت، ولعبت ادوار رئيسيه مع محمد حلمي، لعبت ادوار مهمه مع بيونا، مع صويلح، مع فريده كريم، يعني شغل كاين درجات طلعهم درجه بدرجه. يعني انا هادو ما الحمد لله يا ربي كتب لي ربي وطلعت شويه بشويه الاخر. ما نقدرش نعاود نولي فيغورون، باسكو هنا حاجه حضرني اكثر من حتى تنفعني. صح، عندك شغل حق. كي لي واحد ستار ومن بعد تيك يروح يشارك في برنامج تاع الهوات، يعني هكذا شغل حاجه ايه حاجه ماشي حتكون في صالحه، حينقص من السي في تاعه. صحيح. ولكن شغل حبيت برك نقول باللي تاني كاين دي فوا يبروبوزيو لي ادوار مانيش حاب انا نقدمها، يعني ما نكذبش، خاصه انه يعيطوني نلعب زعما شباب ولا غيش، ولا ماشي الادوار اللي نحلم بها كاع انا. وكونطرا نحب لي الحاجه اللي بالك تعكسني، نحب نلعب بالك انسان مريض، مرض نفسي، انسان معوق، انسان لي رول دو كومبوزيسيون، يعني شغل دي رول اللي فيهم اللعب، ما فيهمش البس و والله حفوظي يعني الدور اللي تحسوا بلي فوالا انه فيه فايده. فوالا دونك كاين هذا كاين، قلت لك بالك يبروبوزيو عليا ادوار انا مانيش حاب نلعبها، ولا دور بزاف صغير اللي فيه مضره اكثر من منفعه تاعو، من باب انه زعما نقطع شعري على جال اون سيكونس، ولا الوغ كو انا عندي خدمه من جهه اخرى، يعني هذه ما نقدرش نقبلها. وكل حاجه مكاتب الله، نهار اللي يكتب لي ربي نلعب حاجه كل حاجه الاخر، يعني انا ما نرفضش غير الحاجه نشوفها بلي ماهيش حتنفعني. هذا ما كان انا نرفض الدور، ولا ماشي من باب انه الدور صغير بزاف ولا، ولكن كي نشوف حاجه ما راهيش حتنفعني ولا ماهيش حتزيد لي، ما نقدرش نقبلها. صح، عندك الحق. شفيق ولا هذا السؤال عجبني، حبيت نسمع رايك فيه. قال لك واش رايك في الناس ولا في الاهالي اللي زرعوا في ولادهم العنصرية والجهوية؟ شوف انا سبق لي انه جست في ان بلاطو جوستومون وهضرنا على هذا السوجي. انا من الناس نقول قبل ما نقول انا من لا ريجون فلانيه ولا الاخر، انا جزائري، وانا انا انا انسان نحمل في شغل في الوطنيه تاعي نجمه وهلال حمراء ودرابو بيض واخضر، هذا واش يهمني، حاجه صح. اخرى والله ما تهمني، رانا كاع جزائريين ورانا كاع خوا عند ربي سبحانه وفوالا. والناس اللي تزرع في ولادها ولا في الجيل اللي الاخر، الله يهديهم، وان شاء الله ان شاء الله يفون اتر كونسيون دو لا غرافيتي دو الحاجه اللي راهم يديروها. ان شاء الله ان شاء الله ربي صح. يهديهم، ان شاء الله ربي ينبههم. سورتو شفيق، عبالي باللي شغل عصرتك بزاف وقرعجنا بزاف، لكن هذا اخر سؤال ان شاء الله.
اللي هو قالت لك وحده كيفاش تعاملت مع الاتهامات وحتى الانتقادات اللي جاتك بسبب ظهورك مع ايناس عبد اللي في احدى البرامج، وتكلمتوا على موضوع شافوا الناس انه الموضوع غير لائق عفوا، وانه حتى انه اتهموك انت بانك تحرج الطفله، ولا يعني هذا الموضوع يتغزل بها كما قالوا، يتغزل بها. نعم هما يتغزل بإناس عبد اللي. صح. شوف يا تراش والله العظيم غير عيب ولحقنا لا ديننا لا اخلاقنا على الاخر. طفلات عمرها 15 سنه وانا في عمري 29 سنه، يعني يعقل انه مولات 29 سنه يتغزل بطفله في عمرها 15 سنه؟ نعرفها باللي كان في عمرها 10 سنين، ونعرف والديها، وطفله يعني ما شاء الله في خلق واخلاق ما شاء الله عليها. اونكور اون فوا، اللي حبوا يفهموها هذا غزل ليش افهموها كما حبيتوا، وانا ماشي من الناس اللي يرد على كل كومونتير ولا يرد على كل اسمح لي على واش حنقول، على كل وقاحه تنقال، باسكو هذه عرسه كيما هذه انا نسميها وقاحه وقله ادب. باسكو لو كان جا انسان يحشم ولا انسان اللي متربي والله العظيم ما يخرج عرسه من فمه كيما هذه. ولكن انا واش نقول لك شغل الله يهديهم. سي فري كو حاجه زعفتني باسكو تريتي اون بيرسون دو بيدوفيل سي حاجه. شوف تقدر تقول عليا واش تقول، بصح حاجه كيما هذه شغل تقيسك باسكو ما باليش شغل. كما قلنا شويه طايحه يعني ماشي من المستوى، طفله بريئه، طفله صغيره، طفله شغل سبحان الله ما العقل ما يتصورهاش. دونك نقول لهم هذوما باركونت هاد ماشي الناس، هاد الشيء الغريب، هاد الظاهره الغريبه اللي رانا نشوفها، هاد الكائنات الامور اللي كانوا تاعهم، حسبي الله ونعم الوكيل. ربي يهدي ما خلق ان شاء الله. يعطيك الصحه شفيق، هذه فقط اسئله الفانس، انا كملناها يا اخي ما صرناكش بزاف. صافا؟ لا صافا الحمد لله، خذ راحتك. صافا الان نروحوا للفقره الثانيه واللي هي الفقره الاخيره واللي سميناها مع من تحب دير ديو. هي هذه فقط لعبه، انه احنا نعطوك اسمين وانت تخير من بين الاسمين اسم واحد، وبعدها نقترح لك اسم واحد حتى الاخر، متفاهمين؟ اوكي. وهذه فقط مجرد لعبه اكدوها. صح. والان نروحوا لفقره مع من دير ديو بعد الفاصل. ورجعنا لكم الان في فقره مع من دير ديو. شفيق باهولو كان عطيك هاد الاسمين، كنزا مورسلي وكاميليا ورد، مع من تحب دير ديو؟ كنزا مورسلي وكاميليا ورد، نقول لك بالك سا ديبون. الا كان شوف والله سا ديبون واش مستيل. دونك الا كان مايل لو تيتخ مايل الخليجي بزاف ولا بالك نقول لك كاميليا ورد، ولا كان حاجه تاع الجزائر ولا حاجه المصري ولا بالك حاجه، نقدر نقول لك بالك كنزه. وي صح. الان واش تخير، كاميليا ورد ولا كنزه مرسلي؟ كنزه ورد. كنزه ورد. ما كاش كنزه ورد. كنزه ورد. انا ما كاش كنزه ورد. معليش انا خيرت كنزه ورد. كنز الورد. لا ماشي معقوله هذه، ما كاش كاع، انا ما كاش منها. شوف هي فقط مجرد لعبه، على بالي بانه صعيب عليك تخير اسم، لكن خير اسم وماش حزاف ان شاء الله. نو ما هنا ما فيهاش زعاف، يعني شغل هنا سخي غاف، يعني الا زعفنا على عسك مادي، ولكن نخير كنزه بما انها انسانه قريبه ليا. صح. كنزه مرسلي عفوا مع من الحدلي؟ نخير معنا الحدلي. علاش دوك نقول لك علاش؟ باسكو لو ديو تاعي تاعي مارش سوبر بيان مع كنزه. ما سبقليش انه يعني بالك غنينا في حفله كيف تو، بصح ما سبقليش انه شفت اسكو انسجام تقبل هذا الديو ولا لا، يعني لي زيكو تاع لي جامور لو ديو. مي مع معنا الحدلي يعني كاين بزاف الناس اللي راهم يبروبوزيونا يقولوا لنا ديروا 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 جو، يعني لو جو. احنا راني خيرت من الحدلي، هما في زوج نعرفهم ونحبهم ونسمع اغناهم ايتو، بصح هنا خيرت حاجه يعني اللي حتكون بالك في صالحي 80%. باسكو علاه؟ يعني الناس شغل لو كان ندير عرسه كيما هذه على بالي 100% بلي تمشي معاك كنزه،
ما نقدرش نقول لك دوك هي فنانه ناجحه وفنانه عربيه يعني ناجحه هنا ولا هي ما شاء الله عليها صح حمزه، ولكن مع ما انا نقدر نقول لك في الجزائر يعني شغل حاجه بيستناو فيها بلد. إن شاء الله. الآن من الحدليو ياسمين بالقاسم. ياسمين بالقاسم بون ما ننكروش انه صوتها شباب وشباب يعني تغني مليح ايتو، ولكن خير من الحدلي اونكور اون فوا باسكو كنت كان يخمم هنا يخمم حاجه لي في صالحي انا، صح هذا هو اللي نسموه الذكاء الفني. صح والآن آخر وحدة معنا، من الحدلي ولا سهيلة بالشهاب؟ من الحدلي ولا سهيلة بالشهاب؟ خير من الحدلي باسكو انا وياها نغنوا براتيكمون لو ميم ستيل، نقعد في من الحدلي وما باش هكذا من واحد نعرف الحدلي سهيلة من الناس بقوة اللي نحبها ونسمع اغناها وفوالا. إن شاء الله شفيق باه ونشوفوك أنت ومن الحدلي ديروا ديو إن شاء الله، وأكيد راح ينجح لأنه الفيديوهاتكم منشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الله يبارك ما شاء الله، انسجام ولا أروع. الآن أنا نشكرك لأنك قبلت تكون ضيفي في برنامج قسرة تايم، يعطيك الصحة. أنا أعطيك الفرصة باش تتوجه برسالة للمتتبعين ديالك والناس اللي راهم يشوفوا فيك، تفضل. انا نقول لكم يعطيكم الصحه انتم اللي حفزتوا عليا واللي حابين تقرعجوا عليا كما يقولوا، وليك انت سبيسيال مون سويت بوكو بوكو دو ريوسيت ان شاء الله، ربي يوفقك ربي يخليك وربي يوفق لا شان اوسي اللي راك فيها. ربي معكم ربي يحفظكم وان شاء الله ربي يلاقينا دائما في لما شابه كما هذه. جو فوز امبراس بيان فور جو دي تري تري بيانتو جو سوي لا ا تو مومون. ربي يخليك خويا، يعطيك الصحه، سلام. سلام سلام. مشاهدينا هكذا كانت قصرتنا مع المغني شفيق باهو، ان شاء الله نكونوا خفاف عليكم. وما تنساوش انتم اذا عندكم شخصيه حابين تشوفوها حضر معنا في برنامج قصر تايم، اقترحوها علينا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بقناه الجزائر انوان. وابقوا اوفياء لبرنامج قصر تايم والى كل برامج قناه الجزائر انوان، قناه الشباب والعائله. سلام.